بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. كتاب الكبائر للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. الدرس 13. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولهما عن حذيفة رضي الله عنه أن عمر رضي الله عنه قال: أيكم يحفظ قول النبي صلى الله عليه وسلم في الفتن؟ فقلت أنا. فقال: هات فإنك عليه نجري. فقلت: سمعته يقول: فتنة الرجل في أهله وماله وولده وجاره تكفرها الصلاة والصيام والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فقال: ليس هذا أريد، إنما أريد التي تموج كموج البحر. فقلت: ما لك ولها يا أمير المؤمنين؟ إن بينك وبينها بابا مغلقا. فقال: يفتح الباب أم يكسر؟ قلت: بل يكسر. قال: ذلك أجدر أن لا يغلق. فقلت لحذيفة: أكان عمر يعلم من الباب؟ قال: نعم، كما يعلم أن دون غد الليلة. إني حدثته حديثا ليس بالأغاليط. فهبنا أن نسأله من الباب. فقلنا لمسروق اسأله. فسأله فقال عمر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه هو أمين سر الرسول صلى الله عليه وسلم، فكان الرسول صلى الله عليه وسلم يسر إليه شيئا لا يخبر به أصحابه. كان الصحابة يسألون حذيفة، حتى عمر رضي الله عنه كان يسأل حذيفة لأنه هو المختص بذلك. وأيضا حذيفة رضي الله عنه كان يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم، كان الناس يسألون الرسول صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكان حذيفة يسأله عن الشر مخافة أن يقع فيه. فلذلك سأله عمر عن الفتن، أو سأل عمر الحضور عن الفتن، فتقدم حذيفة للإجابة لأنه كان خبيرا بها. فقال له عمر: هاتي. فأخبره أن الفتن على قسمين: فتن صغيرة تكفرها العبادات، وفتن غليظة. فالفتن الصغيرة مثل فتنة الإنسان في أهله، يعني في زوجته وفي ولده وفي ماله، فهذه الزوجة يفتتن فيها، أو إذا كان له زوجات يميل إلى إحداهن، هذه الفتنة تكفرها الصلاة والصيام والعبادات. وكذلك فتنته في ولده، قال تعالى: إنما أموالكم وأولادكم فتنة. ففتنته في ولده، فتنته في ماله، قد ينشغل بولده وينشغل بماله عن طاعة الله، يحصل عليه نقص. لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، لكن هذه تكفرها العبادات من صلاة وغيرها. قال عمر: لست عن هذا أسألك،
يسأله عن الفتنة الغليظة التي تموج في الناس فيحصل بسببها سفك للدماء واختلال بالأمن وشق لعصا الطاعة، لأن الناس كانوا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم مجتمعين على خلافة أبي بكر رضي الله عنه، خلافة عمر رضي الله عنه، فكان الشر مدحورا والخير ظاهرا في عهد الخليفتين. وقال: ما لك ولها، إن بينك وبينها بابا مغلقا. قال: أو يفتح الباب أو يكسر. قال: يكسر. هذا شيء لا يعرف معناه الحاضرون، ولكن حذيفة وعمر يعلمان ما هو. حاضرون لا يعلمون ما هو هذا الباب الذي يحول بين الفتن. فلذلك استحيوا أن يسألوا حذيفة عن ذلك. وفي الأخير أوصوا من يسأله، فقال: الباب عمر، وكسره قتله. فقتل عمر رضي الله عنه، قتل عمر رضي الله عنه، قتله أبو لؤلؤة المجوسي وهو يصلي الفجر بالمسلمين. فحينئذ لم يحصل فتن، لأن الناس بايعوا عثمان رضي الله عنه الخليفة الثالث. وفي أول خلافته كان الأمر مستقيما، ثم إن خبيثا يهوديا جاء من اليمن أظهر الإسلام، وهو ابن السوداء عبد الله بن سبأ. ابن السوداء سمي ابن السوداء لأن أمه سوداء حبشية، فأظهر هذا الخبيث الإسلام وجعل يسب عثمان في المجالس، وتجمع عليه من تجمع من يريدون الفتنة ويستهويهم الكلام في ولي الأمر، لأن الشر إذا وجد له من يريده. في ناس يهون الكلام في ولاة الأمور ويستلذون ذلك. هذا مبدأ أمره. فتجمع عليه الناس، ثم انتبه له فهرب إلى مصر. تجمع عليه الناس هناك فكونوا لهم طائفة خبيثة يريدون شق عصا الطاعة. انتهى الأمر بقتل عثمان رضي الله عنه. هذه المرة الثانية، الأولى قتل عمر، انكسر الباب، ثم جاءت قضية قتل عثمان رضي الله عنه. وبقتله انفتح باب الشر على المسلمين، فتحت الفتنة وحصلت الحروب، حصلت الحروب. وبسبب عبد الله بن سبأ وأتباعه الذين يحرشون بين المسلمين ويوقدون الفتنة. وقتل في النهاية، قتل علي بن أبي طالب رضي الله عنه خليفة الرابع. تتابع قتل الخلفاء كله بسبب هذا الخبيث
وشلته الخبثاء الذين اجتمعوا حوله وصاروا يحيكون الفتن. ثم إن الله جمع المسلمين على أمير المؤمنين معاوية رضي الله عنه، تنازل له الحسن بن علي رضي الله عنه، فتم الأمر لمعاوية واجتمع المسلمون وانسد على هؤلاء الأشرار، انسد عليهم عملهم بحنكة وحكمة معاوية رضي الله عنه وعلاجه للأمور. وسمي هذا العام الذي تنازل فيه الحسن رضي الله عنه لمعاوية سمي عام الجماعة، اجتمع المسلمون، تحققت فيه معجزة رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما قال في الحسن: إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين طائفتين عظيمتين من المسلمين. استتب الأمن وانسد الباب على دعاة الفتنة وشتتهم الله سبحانه وتعالى، وما منهم إلا من قتل شر قتله وعاقبه الله سبحانه وتعالى عاجلا. فهذا مضمون هذا الحديث. نعم. ولمسلم عن أبي بكرة رضي الله عنه مرفوعا: إنها ستكون فتن، ألا ثم تكون فتنة القاعد فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي إليها، ألا فإذا نزلت أو وقعت فمن كان له إبل فليلحق بإبله، ومن كان له غنم فليلحق بغنمه، ومن كانت له أرض فليلحق بأرضه. فقال رجل: يا رسول الله، أرأيت من لم يكن له إبل ولا غنم ولا أرض؟ قال: يعمد إلى سيفه فيدق على حده بحجر، ثم لينجو إن استطاع النجاة. ثم قال: اللهم هل بلغت؟ قال: ها ثلاثا. فقال رجل: يا رسول الله، أرأيت إن أكرهت حتى ينطلق بي إلى أحد الصفين فيضربني رجل بسيفه، أو يجيء سهم فيقتلني؟ قال: يبوء بإثمك وإثمه، فيكون من أصحاب النار. نعم. وهذا الحديث أيضا مفاده ومضمونه أنه إذا حصلت الفتنة بين المسلمين، هناك فتن خاصة بالشخص، وهي التي سبقت، أنه يفتن في أهله وماله وجيرانه، هذه فتنة خاصة بالشخص. والنوع الثاني فتن عامة للمسلمين، وهي ما يكون من اختلال الأمن وضياع الولاية، شق عصا الطاعة، هذه هي الفتن الخطرة والفتن المهلكة. هذه يقول الرسول صلى الله عليه وسلم المسلم يتأنى فيها ويتخلف عنها ولا يدخلها. القاعد فيها خير من القائم، والقائم خير من الماشي، والماشي خير من بعده. تأني، وأن الإنسان لا يدخل ويبعد نفسه عن الفتنة مهما أمكن، ويطلب النجاة. فإن كان له مصد يصد فيه عن الفتن ويبعد عنها في المكان، يبعد عنها في المكان، أولا يبعد عنها بنفسه فلا يستعجل ويدخل فيها، إذا كان في موطن الفتنة لا يدخل فيها. وإن حصل، ثانيا إن حصل له ملجأ يبتعد فيه عن موطن الفتنة وينتقل من مكان الفتنة فليفعل، إن كان له إبل
فليلحق بإبله في البر، كان له غنم يلحق بغنم، إن كان له أرض وزراعة يلحق بها حتى يعتزل الفتن. هذا كله في النجاة من الفتن، وأن المسلم يجتنب الفتن مهما استطاع ولا يدخل فيها. قالوا يا رسول الله، من لم يكن له إبل ولا غنم ولا أرض ماذا يصنع؟ قال يكسر سيفه، إذا كان عنده سيف وسلاح فإنه يتلفه لئلا يدخل في الفتن، يكسر سيفه. ولهذا لما جاءت الفتنة على أهل المدينة في عهد يزيد في وقعة الحرة، جمع ابن عمر رضي الله عنه أهله ومن حوله ومنعهم من المشاركة في الفتن. سعد ابن أبي وقاص رضي الله عنه اعتزل الفتن وجلس في قصره في العقيق، وغيرهما من كبار صحابة رسول الله أن اعتزلوا الفتنة مهما أمكنهم. فهذا الحديث يدل على أن المسلم يبتعد عن الفتن مهما استطاع ولا يدخل فيها. سأله رجل أنه إن ذهب به قهرا عليه، إن ذهب به إلى القتال بين الطائفتين من المسلمين، ذهب به قهرا عليه أجبر على هذا ماذا، ثم قتل، أصابه سهم أو طعنة أو رمية فمات، فقال الذي قتلك يبوء بإثمك وإثمه، كما قال تعالى في ابني آدم الذين قتل أحدهما الآخر، إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين. فهذا كله يدل على أن الإنسان يكف يده في الفتن بين المسلمين، لأن القتال بين المسلمين ليس القتال بين المسلمين والكفار حتى يكون مع المسلمين على الكفار، إنما هذا قتال بين المسلمين، فهو إذا دخل فيها عززها وقواها، وأيضا يقتل، قد يقتل من المسلمين، يسفك من دماء المسلمين، فهذه فتنة. وكل ما ابتعد عنها الإنسان، فإذا كثر المبتعدون عنها خمدت الفتنة، أما إذا دخل فيها المسلم ودخل الآخر والآخر فإن الفتنة تعظم حينئذ، ويكون وقودها المسلمون. فإذا كان هناك قتال بين المسلمين المسلم يعتزل مهما استطاع ذلك. نعم. وهذا يدل على حرمة دم المسلم كما يأتي في الباب الذي بعده، حرمة دم المسلم، وأن الإنسان يبتعد عن سفك دم المسلم مهما استطاع، حتى لو أن المسلم اعتدى عليه يكف هو عنه، يكف عنه، فيكون كابن آدم اللذين ذكر الله قصتهما في القرآن الكريم. الإنسان يكف يده عن الفتنة مهما أمكن، حتى ولو أدى ذلك إلى أنه يقتل. إذا لم يكن هو البادي فإن الإثم يكون على من بدأ الفتنة. نعم. ولابن ماجه عن سعد قلت يا رسول الله، أرأيت إن دخل علي بيتي وبسط إلي يده ليقتلني؟ فقال كن كخير ابن آدم وتلا هذه الآية، لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، إني أخاف الله رب العالمين. وهذا أيضا في كف اليد، إذا جاء مسلم ليقتله، إذا جاء مسلم ودخل عليه بيته
ليقتله، فخير له أن يكف يده عنه، هذا خير له، وإن قتله دفعا للصائل فهذا قد أذن فيه الشارع، أذن الشارع للمسلم أن يدافع عن نفسه، لكن كونه يكف ولو أدى هذا إلى قتله هذا خير. إذا كان في هذا في هذه الحالة كف اليد خير، لو دخل عليه من يريد قتله كف اليد خير، فكيف بالذي يذهب هو إلى الفتنة ويباشرها ويحرض عليها؟ فهذا فيه دليل على أن المسلمين يكفون الفتنة مهما استطاعوا، مهما استطاعوا لا يدخلون فيها، لأنها إذا تركت خمدت، أما إذا تحركوا فإنها تزيد وتشتد. فهذا هو العلاج للفتن إذا حصلت، هذا هو العلاج للفتن إذا حصلت، أن الإنسان يبعد نفسه عنها. فإذا ابتعد عنها فلان وفلان وفلان وكثر المبتعدون خمدت، وإذا دخل فيها الناس اشتعلت وأتت على الأخضر واليابس. فهذا مما تعالج به الفتن، الابتعاد عنها وعدم الدخول فيها. نعم. ولذلك لما دخل المجرمون على عثمان رضي الله عنه كف يده وكف أيدي الحاضرين أن يدافعوا عنه حتى قتل رضي الله عنه، يريد بذلك تقليل القتل في المسلمين، لأنه لو اشتعل القتل في بيت عثمان تمدد إلى الخارج مثل النار إذا اشتعلت، فهو أراد أن يقلل منها مهما أمكن، وقدم نفسه فداء للمسلمين لئلا تشتعل فتنة يصعب إطفاؤها وعلاجها. نعم. باب تعظيم قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. قال الله سبحانه وتعالى: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. نهى الله سبحانه في هذه الآية عن قتل النفس التي حرم الله، والتي حرم الله هي نفس المؤمن، من يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، غضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وكذلك نفس المعاهد فإن الله حرمها، فالنفس التي حرم الله يدخل فيها نفس المؤمن ونفس المعاهد من الكفار، فإنه يحرم قتل المعاهد. ولهذا في القتل الخطأ: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا يصدقوا. فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة، فيه الكفارة فقط وليس فيه دية، لأنه من الكفار ولا يعطى الكفار الدية من المسلم، لكن هو ممن حرم الله قتله لأنه مؤمن، لكن كونه مع الكفار لا تجب فيه دية، وإنما تجب فيه الكفارة لأنه نفس مؤمنة. وإن كان من قوم عدو لكم وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق، هذا محل الشاهد، وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق يعني المعاهد، وقتله مؤمن خطأ، قتله مؤمن خطأ ما تعمد، ففيه الدية والكفارة كما في قتل المؤمن. وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة،
فجعل في قتل المؤمن المعاهد خطأ كما في قتل المسلم خطأ. هذا يدل على تحريم قتل المعاهدين من الكفار، وأن دمهم دماءهم كدماء المسلمين محرمة، حتى قتل الخطأ فيه الدية والكفارة كما في قتل المسلم. وفي الحديث هذا في قتل الخطأ للمعاهد، أما قتل العمد للمعاهد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها ليوجد من مسيرة 40 سنة. رواه البخاري. هذا في من قتل معاهدا عمدا لا يرح رائحة الجنة، نسأل الله العافية، وهذا وعيد شديد. فهذا كله يدخل في قوله تعالى: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. والحق هو ما يبيح قتلها كالقصاص وكالثيب الزاني وكالمرتد تارك لدينه المفارق للجماعة، فهذا قتل بحق. نعم. عن سالم بن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: يا أهل العراق، ما أسألكم عن الصغيرة وأركبكم للكبيرة. سمعت أبي يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الفتنة تجيء منها هنا. وأومأ بيده نحو المشرق من حيث يطلع قرن الشيطان، وأنتم يضرب بعضكم رقاب بعض. وإنما قتل موسى الذي قتل من آل فرعون خطأ، فقال الله تعالى له: وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا. رواه مسلم. نعم. هذا سالم بن عبد الله بن عمر رضي الله عنهم جميعا، سأله أهل العراق عن دم البعوض هل هو نجس، فقال: يا أهل العراق، ما أسألكم عن الصغيرة وأركبكم للكبيرة، تسألون عن دم البعوض وأنتم تقتلون المؤمنين، ما أسألكم عن الصغيرة وأركبكم للكبيرة. سمعت أبي، يعني عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم: الفتنة منها هنا، وأشار بيده صلى الله عليه وسلم إلى المشرق، يعني إلى العراق، لأن مشرق المدينة هو العراق. منها هنا يعني العراق، لأن مشرق المدينة هو العراق وليس مشرق المدينة هو اليمامة. من هنا يغلط من يحمل الحديث على أهل اليمامة وعلى أهل نجد، لأن نجدا ليست مشرقا للمدينة، ولم يشر إليها النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما أشار إلى العراق، نجد العراق، نجد العراق، هذا موضع الإشارة منه صلى الله عليه وسلم. تخرج الفتن منها هنا من حيث قرن الشيطان، لأن الشيطان هو الذي يوقد الفتنة بين بني آدم ويحرش بينهم. فعبد الله سالم بن عبد الله بن عمر أنكر على أهل العراق تشددهم في النجاسة وتساهلهم في قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. أعيد الحديث. عن سالم بن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: يا أهل العراق، ما أسألكم عن الصغيرة وأركبكم للكبيرة. نعم. سمعت أبي يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الفتنة تجيء منها هنا. إن الفتنة وهي سفك الدماء والفتنة بين المسلمين تجيء منها هنا، وأشار بيده إلى المشرق،
وكان هذا ينطبق على العراق لأنه مشرق المدينة. والواقع أيضا فإن العراق نشأت منه الفتن، نشأت منه الفتن الحرورية، ومن تابعهم اشتعال الحروب في العراق بين المسلمين بسبب الخوارج، بين علي رضي الله عنه وبين الخوارج. فالفتن إنما تجي من قبل العراق، هذا ما أخبر عنه صلى الله عليه وسلم، وهذا من معجزاته عليه الصلاة والسلام. نعم. إن الفتنة تجيء منها هنا وأومى بيده نحو المشرق. نعم. من حيث يطلع قرن الشيطان. نعم. وأنتم يضرب بعضكم رقاب بعض. وأنتم يا أهل العراق يضرب بعضكم رقاب بعض في الفتنة التي حصلت في العراق من ظهور الخوارج والمعارك التي صارت بين المسلمين بسببهم. نعم. وإنما قتل موسى الذي قتل من آل فرعون خطأ. موسى عليه السلام قصته مذكورة بالقرآن، وهي أنه هو نشأ عليه الصلاة والسلام في بيت فرعون، رباه فرعون وغذاه بما يغذي به بيته، وهذا من تسخير الله سبحانه وتعالى، هذا من تسخير الله أنه كان يحذر من أن يظهر عليه أحد من بني إسرائيل، فأراد الله أنه هو الذي يربي عدوه. ربى موسى عليه السلام مع حاشيته، وكان يركب من مراكبه ويلبس من ملابسه. صار ذات يوم جاء دخل المدينة على حين غفلة من أهلها، فوجد فيها رجلين يقتتلان يتضاربان، يقتتلان يعني يتضاربان، هذا من شيعته من بني إسرائيل وهذا من عدوه من الأقباط. فاستغاث موسى عليه السلام الذي من شيعته على الذي من عدوه، فوكزه موسى بيده، ضربه بيده وكان قويا، فقضى عليه بتلك الضربة، قضى عليه بتلك الضربة وقتله، ووكزه موسى فقضى عليه. ثم إنه ندم عليه السلام، قال هذا من عمل الشيطان، إنه عدو مضل مبين، قال ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. قال ربي بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. فأصبح في المدينة خائفا يترقب بعد قتل هذه النفس، وكان آل فرعون يبحثون عن القاتل لينتقموا منه، وكان موسى خائفا أن يعثروا عليه. صارت مرة ثانية بين القبطي وبين إسرائيلي، فاستغاثه الذي فقال ربي بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين، فأصبح بالمدينة خائفا يترق. فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه يطلب منه الغوث مرة ثانية، قال له موسى إنك لغوي مبين. فلما أن أراد موسى أن يبطش بالذي هو عدو لهما، قال ذلك الرجل يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس؟ إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين. انكشف الأمر حينئذ وعرف من هو القاتل. جاء رجل من أقصى المدينة يسعى، قال يا موسى إن الملأ، يعني من بني إسرائيل من القبط، يأتمرون بك، مجتمعين يتشاورون في قتلك ليقتلوك،
فاخرج إني لك من الناصحين. فخرج منها خائفا يترقب، قال ربي نجني من القوم الظالمين، وذهب إلى مدين. قصة آخر قصة مذكور في القرآن. فهذا موسى عليه السلام قتل هذه النفس بغير حق، واعترف بأنه أخطأ واستغفر ربه، فغفر له ربه سبحانه وتعالى، وخاف من العدو وهرب. هذا ما حصل على موسى عليه السلام. فدل على أن قتل النفس بغير حق أنه ممنوع، لأنه يترتب عليه محاذير أصابت موسى عليه السلام كما ذكر الله عز وجل، من الغم ومن نجيناك من الغم، حصل عليه غم بسبب هذا وخوف، حتى هرب من مصر إلى أرض مدين. نعم، هذا كله من أسباب قتل النفس، مع أنه ما تعمد، إنما ضربه يردعه عن الإسرائيلي فانقتل الرجل قتل خطأ. نعم، فقال الله تعالى له: وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا. قال الله له ممتنا عليه، قال الله لموسى عليه السلام ممتنا عليه بعد أن كلمه برسالته و قصة إلقاء العصا وما حصل لموسى من الرعب والخوف منها، ثم أمنه الله فأخذها. الله امتن عليه فقال: وقتلت نفسا، يعني من جملة النعم التي أنعمها الله عليه، قتلت نفسا فنجيناك من الغم، يعني من جراء قتلها ما أصابك من الغم، وهيأنا لك الطريق، وهيأنا لك من يستقبلك في أرض مدين وهو الرجل الصالح، وتزوج هناك ورعى الغنم، فهذا من نعمة. آمن فيها، لا تخف، نجوت من القوم الظالمين، هذا مما من الله به على موسى عليه السلام. نعم، وفتناك فتونا، ما جرى عليه من المحن. أولا أنه جعلته ولد في العام الذي ولد موسى، في العام الذي يقتل فيه فرعون المواليد، فألهم الله أمه أن تجعله في تابوت وأن تلقيه في نهر النيل، ذهب به النهر حتى ألقاه في بيت فرعون عدوه، فأخذوه وأراد قتله، فقالت امرأة فرعون: لا تقتلوه، عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. ثم إنه كف عن قتله، طلبوا له الرضاع فحرم الله عليه المرضع، يعني منعه من قبول ثدي النساء، بقي بلا رضاع، يبي يموت، ماذا يعمل؟ الله جل وعلا دبر له أن أخته جاءت وهم لا يعرفون أنها أخته، فأعرضت عليهم أن تذهب به إلى مرضعة ترضعه لهم وهي له من الناصحين، فقبلوا ذلك لأنهم وقعوا في ضيق من شأن هذا الطفل، لها ذهبوا به ورجعه الله إلى أمه ترضعه وتأخذ الأجرة، تقر عينها ولا تحزن. هذا أول امتحان على موسى. الامتحان الثاني امتحان قتل هذا الرجل وما حصل عليه من الخوف. الامتحان الثالث خوفه وهربه من خروجه من مصر ومن بيت الثروة والغنى، وهربه إلى أرض مدين. وفتناك فتونا، فتن كلها وامتحانات وابتلاءات جرت على موسى عليه السلام. نعم، فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدر. هذا كلام الله له عند بعثته رسولا إلى بني إسرائيل. نعم، ولهما عن المقداد رضي الله عنه: قلت يا رسول الله
أرأيت إن التقيت أنا ورجل من الكفار فاقتتلنا فضرب إحدى يدي بالسيف فقطعها ثم لاذ مني بشجرة فقال أسلمت لله أقتله قال لا تقتل فإنك إن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله وأنت بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قالها. وهذا أيضا مما يدل على تحريم قتل المسلم حتى ولو كان إسلامه حديثا، فهذا يسأل النبي صلى الله عليه وسلم لو التقى مع كافر في الجهاد فقطع الكافر يد المسلم ثم بعدما قطعها وأراد المسلم أن ينتقم منه قال الرجل أسلمت، قال آمنت وأسلمت، هل يجوز لي أن أقتله بعدما أسلم؟ قال له صلى الله عليه وسلم لا، لا تقتله، لأنه أصبح مسلما وأصبح دمه حراما، لا تقتله، فإنك إن قتلته فهو بمنزلتك وأنت بمنزلته قبل أن تقتله، يعني أنه بمنزلتك لما أسلم صار مسلما بمنزلتك، منزلة المسلم، وإن قتلته صرت بمنزلته، يعني أنه يجب عليك القصاص، ليس أنك بمنزلته يعني تكفر، لا، بمنزلته بمعنى أنك مهدر الدم يجب عليك القصاص، كما أنه كان قبل أن يسلم مهدر الدم، فأنت تصبح بمنزلته مهدر الدم بالقصاص. فالشاهد من هذا أن فيه تحريم قتل المسلم ولو كان إسلامه حديثا. نعم، فمن دخل في الإسلام، من دخل في الإسلام يكف عنه، فإن استمر على الإسلام وأصلح قبل منه ذلك، وإن ظهر منه ما يخالف الإسلام حكم عليه بالردة، لكن لابد من التثبت في هذا، عدم العجلة، ولا يقال إنه مسلم يخاف من الموت أو يخاف من القتل، هذا ما علينا من ما ندخل فيه، كما يأتي في قصة أسامة بن زيد لما قتل الرجل. نعم. ولهما عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى القرقات من جهينة فصبحنا القوم على مياههم فلحقت أنا ورجل من الأنصار رجلا منهم فلما غشيناه قال لا إله إلا الله فكف عنه الأنصاري فطعنته برمحي فقتلته فلما قدمنا بلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لي يا أسامة قتلته بعدما قال لا إله إلا الله قلت يا رسول الله إنما قالها متعوذا فقال قتلته بعدما قال لا إله إلا الله فما زال يكررها حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت قبل ذلك اليوم. وهذا الحديث فيه أن أسامة رضي الله عنه قتل هذا الرجل بعدما قال لا إله إلا الله، يظن أنه قالها يتقي بها السيف، لم يقلها صادقا، هذا الذي حمل أسامة على قتله ظنا منه أنه إنما قالها نفاقا يريد أن يسلم من القتل. النبي صلى الله عليه وسلم أنكر عليه غاية الإنكار وقال كرر عليه أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله، أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله، أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله، قال إنما قالها يتقي بها السيف يا رسول الله، قال هل لا شققت عن قلبه؟ فهذا إنكار من الرسول صلى الله عليه وسلم لقتل من أظهر الإسلام،
ولا يقال انه اظهره نفاقا، ما لنا الا الظاهر، ما نعلم ما في البواطن. اشققت عن قلبه؟ فلا ندخل في البواطن، انما نعمل بالظواهر. هو اعلن الاسلام وشهد ان لا اله الا الله، نكف عنه حتى يتبين منه ما يخالف ذلك. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا، يعني تثبتوا، ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا. فالواجب التثبت وعدم السرعة التسرع في والتدخل في النيات وما في القلوب، هذا إلى الله سبحانه وتعالى. فمن أعلن الإسلام قبلنا منه وكففنا عنه، فإن ظهر منه ما يخالف الإسلام حكمنا عليه بالردة، وإن لم يظهر منه ما يخالف الإسلام فهو مسلم ظاهرا وباطنا. فهذا فيه تحريم قتل المسلم ولو كان حديث عهد بالإسلام. نعم. وفي رواية أنه قال: أفلا شققت عن قلبي؟ نعم. ولمسلم أنه قال: يا رسول الله استغفر لي، فقال: كيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ استعظم النبي صلى الله عليه وسلم هذه الفعلة من أسامة بن زيد رضي الله عنه، مع أنه من أحب الناس إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، وأبوه من أحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع هذا أنكر عليه هذا الإنكار ليعلم المسلمين عدم التسرع في التكفير. الآن كثير من الجهال والمتحمسين يحكمون بالتكفير لأدنى سبب، وهم لا يعلمون ما في القلوب ولا ما هي النيات والمقاصد. يجب التثبت في هذا الأمر وعدم التسرع في التكفير و أخذ الناس بدون تثبت. هذا درس عظيم، هذا الحديث درس عظيم لهؤلاء المكفرين التكفيريين الذين يتسرعون في إطلاق التكفير على الناس لأدنى سبب، وهم لا يعلمون ولا يعرفون شروط التكفير وضوابط التكفير، لا يعرفونها. نعم. وللبخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا: لا يزال العبد في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. نعم. هذا فيه أن المسلم في سلامة وعافية، المسلم في سلامة وعافية بسبب دينه وإسلامه، ما لم يصب دما حراما، فإنه يقع حينئذ في الابتلاء والامتحان، وهو الذي أوقع نفسه. فهذا فيه النهي عن سفك الدم الحرام كما عقد الشيخ رحمه الله في أول الباب، باب قتل النفس بغير حق. فهذا وكما قال تعالى: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. فإذا أصاب المسلم دما حراما وقع حينئذ في الخطر، وقع في الخطر وتحمل الإثم والعقوبة. أما قبل أن يقتل فهو في عافية وفي فسحة من دينه. فهذا فيه الحث على احترام دماء المسلمين ودماء المعاهدين التي حرمها الله سبحانه وتعالى وحرمها رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. باب تكثير السواد في الفتن. يكفي، نقف عند هذا. نعم. أحسن الله إليكم على الشيخ، بارك فيكم ونفع بعلمكم. شكر الله على الشيخ صالح القرآن وابلغ ذلك في معازيم حسناته، ونفع الله بعلمه الإسلام والمسلمين. ونستأذن فضيلة
فضيلته في بعض أسئلة الإخوة المضمون في المناطق، ويبدأ بالمدينة النبوية من جامع الجامعة الإسلامية، فليتفضل الأخ حبيب الرحمن بقراءة أسئلة الإخوة المضمون. أحسن الله إليكم معالي الشيخ، وبارك فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. سائل يسأل: ما حكم ظهور بين يدي الشيعة الرافضي وهو يصلي، علما بأنهم يتقصرون الصلاة في الطرق غير المفروشة عندنا في المسجد النبوي، وجزاكم الله خيرا. أعد السؤال. ما حكم ظهور بين يدي الشيعة الرافضي وهو يصلي، علما بأنهم يتقصرون الصلاة في الطرق الغير المفروشة عندنا في المسجد النبوي، جزاكم الله خيرا. لا يجوز الاعتداء والأذية للناس من أي صنف كانوا، من أي الفرق، ما داموا يصلون فلا تعتدي عليهم ولا تؤذهم ولا تمر من أمامهم وأنت تقدر على أن تتجنب هذا الشيء. فالمسلم لا يؤذي، لا سيما وهو يصلي، اللي يصلي لا تعرض له، اللي يصلي. نعم. أحسن الله إليكم. سائل يقول: عندنا في بلادنا مزارع يزرع فيها المشمش، ونحن نجففه وندخله كما يجفف التمر ويدخن، فهل فيه زكاة إذا بلغ 65 مترين، جزاكم الله خيرا. الأصل أن الفواكه ليس فيها، الأصل أن الفواكه ليس فيها زكاة، إنما الزكاة في الحبوب والثمار، وأما الفواكه ليس فيها زكاة، ولكن إذا جففت وبيعت فإنها تكون مثل السلع، تكون عروض تجارة، لا على أنها زكاة خارج من الأرض، وإنما تزكى زكاة عروض التجارة. نعم. أسأل الله إليكم. سائل يقول: هل يجوز للتاجر أن يتفق مع من يصنع السلعة خارج البلد بأن لا يبيعها في بلده إلا له؟ نعم، أعيد السؤال. أعيد. يقول: هل يجوز للتاجر أن يتفق مع من يصنع السلعة أن يتخذ في بلده إلا له؟ لا يحجر عليه البائع إذا باع، يكون المشتري حرا فيها، لا يحجر عليه ويشترط أنه ما يبيعها إلا عليه، هذا شرط لا يجوز، بل المشتري حر في سلعته، يبيعها على من شاء أو لا يبيعها. نعم. انتظر إلى أن ينتهي المشروع. أما الآن تذهب إلى المسجد الحرام للصلاة فيه، الصلاة فيه عن 100,000 صلاة فيما سواه من المساجد، وللاعتكاف فيه، وللطواف بالبيت، وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود، فتعبد في المسجد الحرام بالصلاة، بالطواف، بصلاة الفريضة في المسجد الحرام، وهذا فيه خير كثير. نعم. تمنعني من
ولكن إيش اللي يمنعه؟ ما هو اللي يمنعه من إحضارها؟ النظام ما يسمح. هذه مسألة تتبع النظام، هذه مسألة تتبع النظام، فإذا سمح لك النظام بإحضارها تحضرها، أما إذا لم يسمح لك النظام فلا يجوز لك الرشوة. هذه المبلغ الذي ذكرته هذا يكون من الرشوة، والرشوة محرمة، فلا تخرج عن النظام. نعم. الجهاز متعطل. الجهاز متعطل. صوت يا شيخ، ما في صوت. إذا كانت متسببة في وفاته، إما بأنها انقلبت عليه، أو أنها وضعت عليه غطاء سميكا وحبس نفسه، أو أنها تركت الثدي في فمه فخنق نفسه ونامت وهو في فمه، فإنها في هذه الأحوال يكون عليها كفارة الخطأ، وهي عتق رقبة، فإن لم تجد فإنها تصوم شهرين متتابعين. أما إذا لم يكن منها تسبب، إذا لم يكن منها تسبب، لم تنقلب عليه، لم تغطه غطاء يخنقه، لم تترك الثدي في فمه تنام، ليس عليها شيء. نعم. هذا ضلال ومخالف لعقيدة أهل السنة والجماعة. من أصول أهل السنة والجماعة الكف والإمساك عما دار بين الصحابة رضي الله عنهم وعدم الدخول فيه، هذا من أصول العقيدة. فهذا الجاهل يقول هذه المقالة السيئة، يريد أن يقلل من شأن الصحابة، وأن يفتح على الناس باب ذم الصحابة وتخطئتهم، فهذا جاهل أو مضلل، نسأل الله العافية. ولا يجوز الكلام هذا، هذا كلام
مخالف لمذهب أهل السنة والجماعة في قضية ما شجر بين الصحابة. نعم. ما سمعت في الأحاديث اعتزال الفتن، عدم الدخول والمشاركة فيها، وأيضا الدعوة إلى الله والتحذير من الفتن، تحذير الناس من الدخول فيها، وتهدئة الأمور، تهدئة الأمور مهما أمكن، والإصلاح، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي. وهذا يكون لولي الأمر، هو الذي يقوم بالإصلاح أو بالقتال. أما الأفراد فواجبهم النصح والبيان والتذكير، أو على الأقل أن الذي ما يحسن النصح ولا يحسن أنه ينجو بنفسه ويبتعد عن الفتن. نعم. سمعت هذا أثناء الدرس، أنها عصابة اجتمعت من أتباع ابن سبأ اليهودي، فحاصروه في بيته بحجة أنهم يريدون المفاهمة معه، وكان هذا في موسم الحج والناس في الحج، ذهبوا للحج وفي الغزو، والحاضرون يفهمون أن المسألة مسألة مفاهمة مع الخليفة ومراجعة مع الخليفة، ولا دروا أن المسألة أن فيها غدر. لما كان بالليل تسوروا عليه وقتلوه، فهم ما جاءوا للمفاهمة كما يقولون، ولا جاءوا للمراجعة، وإنما جاءوا للقتل. قبحهم الله وأخزاهم. نعم. الذي لا يكون منه إصلاح، لا يكون منه إصلاح وتهدئة للفتنة ونشر للعلم يعتزل. أما الذي عنده استعداد للإصلاح ونشر العلم والتذكير فهذا يدخل لأجل الإصلاح بين الناس، كف يد بعضهم عن بعض. نعم. لا ليس لتقبيله أصل من الأحاديث، إنما فعله بعض الصحابة اجتهادا منه، فإذا فعلت هذا فلا حرج، إذا قبلته فلا حرج. نعم. القهوة المراد بها البن، إذا كان المراد بها البن فأشرب منها وأكثر، ما في مانع، إلا إذا كان في الإكثار منها ضرر عليك اتركها، أما إذا لم يكن منها ضرر فلا مانع. نعم. إذا كان يتعمد هذا، تعمد إخراج الصلاة عن وقتها فلا تصلوا خلفه، أما إذا كان لا يتعمد وإنما يأخذه النوم أو الكسل فهذا لا يصلح أن يبقى إماما، صلوا خلفه، لكن اسعوا في تبديله وتغييره بإمام يصلح للإمامة ويصلي في الوقت. نعم. كيف يصل المرء إلى مرتبة تقديم محبة النبي
هذا من الله سبحانه وتعالى، هذا فضل من الله، هو يحاول ويبذل الأسباب التي تحمله على محبة الرسول صلى الله عليه وسلم، يتأمل في بعثته وما من الله به على المسلمين من إخراجهم من الظلمات إلى النور، يتأمل في أخلاقه عليه الصلاة والسلام، يدرس سيرته، هذه أسباب لمحبته صلى الله عليه وسلم، لأنك كل ما عرفت الرسول صلى الله عليه وسلم زادت محبتك له، وكل ما جهلته نقصت المحبة. نعم. هذا إذا مثلا قلت إن هذا حلال أو هذا حرام، هذا من القول على الله بغير علم، أتوقف عن الإجابة. إذا سئلت عن شيء هل هو حلال أو حرام وأنت ما عندك معرفة، أتوقف عن هذا، قل لا أدري، ولا تقل هذا حلال وهذا حرام، ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام. أو سئلت عن أمر العقيدة وأنت ليس عندك جواب في أمر العقيدة، فلا تدخل فيها بجهل. أما إذا سئلت عن أمور لا يترتب عليها ضرر لا في العقيدة ولا في التحليل والتحريم، فتقول أظن، ما تقول أجزم، تقول أظن أن المسألة كذا أو أتوقع أنها كذا وكذا. نعم. فعلكم صحيح إذا كان في إغلاقه حماية له من الضياع أو من أخذ ما فيه أو من دخول من يعبثون فيه، وأنتم تصلون في مسجد يسعكم، عندكم مسجد للأوقات يسعكم، ويكون المسجد الجامع يكون للجمعة وللأعياد، لا بأس بذلك. لكن لو احتجتم إلى دروس، احتجتم إلى تدريس قرآن، احتجتم إلى والمصلى للأوقات يضيق، افتحوا الجامع لأجل هذا. نعم. هل يجوز الذهاب إلى مكان فيه فتنة؟ لا تذهب إلى المكان الذي فيه فتن. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول الحق بإبلك أو بغنمك أو بأرضك، فكيف تذهب إلى مكان فيه فتن؟ نعم. اختلف العلماء في الخبر الذي ذهب إليه موسى عليه السلام يتعلم منه، هل هو نبي أو رجل صالح؟ الراجح أنه رجل صالح وليس نبيا، الله لم يقل نبي، قال عبدا من عبادنا، ولم يقل أنه نبي. ومن العلماء من يرى أنه نبي لأن ما أتى به معجزات لا تجري إلا على يد نبي، ومن هؤلاء الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله يرى أنه من الأنبياء، والله أعلم. نعم. لا، صلاة ما في صلاة إشراق، صلاة الضحى، صلاة الضحى ليست جماعية، لم يرد أنها تصلى جماعة، الجماعة إنما وردت في صلاة الكسوف، في صلاة التراويح، في صلاة العيد، في صلاة الاستسقاء،
هذا اللي ورد فيها الجماعة. أما بعد الفرائض صلاة الفريضة، أما تجتمع لصلاة الضحى فهذا لا أصل له. نعم. تمضمض حسب استطاعتك، اتقوا الله ما استطعتم، أدخل الماء إلى فمك وبلغ فمك بالماء حسب استطاعتك. نعم. أحسن الله إليكم على الشيخ، يقول السائل: ما حكم قص اللحى؟ لا يجوز، الواجب توفير اللحى وإرخاؤها وإرسالها وإكرامها وإعفاؤها، كل هذه ألفاظ نبوية صحيحة، لا يجوز قصها، القص يخالف هذه الألفاظ. نعم. أحسن الله إليكم على الشيخ، يقول السائل: هل من كلمة توجيهية لحث الشباب على استغلال هذه الإجازة بما يعود عليهم بالنفع؟ نعم، نوصي الشباب بانتهاز هذه الإجازة فيما ينفعهم في دينهم ودنياهم. في دينهم يتعلمون، يحضرون الدورات العلمية والدروس المستمرة، وفي دنياهم يطلبون الرزق، يبيعون ويشترون أو يتوظفون ولو مؤقتا ليكتسبوا من الرزق، فلا يعطلوها في اللهو واللعب والغفلة كما يفعل بعض الناس. نعم. لا يجوز له أن يأخذها ويشتري بها، بل إذا كان يرى صاحبها ويعرفه يذهب إليه ويعطيها له، إن سمح بها له لا بأس. أما إذا كان ما يعرف صاحبها فإنه يحاول أن يعلن عنها أو أن ينادي عليها، فإذا مضى وقت ولم يأتي أحد فإنه يتصدق بها على المحتاجين، وإذا كان هو محتاجا كما ذكر فإنها لا بأس أنه يستهلكها ويكون الأجر لصاحبها. نعم. المهم لابد من البحث عن صاحبها مهما أمكن ذلك. نعم. أحسن الله إليكم على الشيخ، يقول السائل: ما معنى الفتنة العامة؟ سفك الدماء بين المسلمين وشق عصا الطاعة، الحروب التي تكون بين المسلمين، هذه الفتنة العامة. نعم. أكبر الكبائر الشرك بالله، وإذا تعمد فعل الشرك بالله صار كافرا، نسأل الله العافية. نعم. أحسن الله إليكم على الشيخ، يقول السائل: هل يوجد اليوم إمام واحد الذي هو الإمام العظيم؟ أين هو؟ هذا يدعيه بعض الذين يريدون الفتنة، يريدون الفتنة. الإمام الواحد ما حصل بعد سقوط الدولة العباسية، ما حصل إمام واحد، صار المسلمون دول، كل دولة لها حكمها ولها صلاحياتها، ولا حصل إنكار من العلماء في هذا الأمر وقالوا لازم أنكم تجتمعون، ولا ما حصل، كل دولة لها حكمها ولها صلاحياتها، ويجب على من في داخلها أن يسمعوا ويطيعوا لإمامهم. اتقوا الله ما استطعتم، إذا لم يمكن توحيد المسلمين على إمام واحد فلا أقل من أن يكونوا دولا إسلامية، كل دولة تحكم بكتاب الله وبسنة رسول الله وتقيم الإسلام في بلدها، تقيم الإسلام في بلدها. نعم.
أحسن الله إليكم معالي الشيخ وبارك فيكم. نستأذن معاليكم في طرح أسئلة الحضور. هذا سائل يقول: كيف يعامل مرتكب الكبيرة من ناحية الحب والبغض وكذلك من ناحية المعاملة؟ مرتكب الكبيرة التي دون الشرك مؤمن ليس بكافر، ويعامل بحسب ما فيه من الإيمان وما فيه من المعصية، فيحب بما فيه من الإيمان فلا يبغض، ويكره بما فيه من المعصية، لا يحب حبا خالصا ولا يبغض بغضا خالصا، بل يجمع له بين الأمرين. نعم. أحسن الله إليكم. تكملة للسؤال يقول: هل الإصرار على الكبائر يؤدي إلى الكفر؟ لا يؤدي إلى الكفر. الإصرار على الكبائر تبقى كبائر، ويجب عليه التوبة منها، وأما أنها تؤدي إلى الكفر فلا. نعم. أثابكم الله. كيف الجمع بين قوله تعالى: فقاتلوا التي تبغي، والأحاديث التي تحث على عدم الدخول في الفتن ونصرة المظلوم؟ هذا للإمام يا أخي، قلنا لك هذا للإمام. قاتلوا التي تبغي، هذا خطاب لولي الأمر ومن معه من المسلمين، أنهم يقاتلون الفئة الباغية. أما الأفراد فلا يجوز لهم أن يقاتلوا بدون إمام، هذا يزيد الفتنة فتنة والشر شرا. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: ما المقصود بالجهاد باق إلى يوم القيامة، ومن هم الذين يقيمون؟ يعني لا ينسخ، باقي يعني لم ينسخ، وإنما هو حكمه باقي، فإذا توفرت شروطه فإن المسلمون يجاهدون، وإذا لم تتوفر شروطه فإن المسلمون ينتظرون، والإسلام والجهاد باق حكمه لم ينسخ. نعم. أثابكم الله. ما علامة دخول الإنسان في الإسلام؟ هل يقول أسلمت وآمنت، أم يقول أشهد أن لا إله إلا الله؟ أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، أو أن يعمل عملا يدل على إسلامه، كأن يتوضأ، كأن يتوضأ ويصلي، فهذا يدل على أنه أسلم. نعم. أحسن الله إليكم. هل عدم أخذ الرسول صلى الله عليه وسلم بالقصاص من أسامة يدل على أن قتله للرجل كان خطأ؟ نرجو التوضيح. نعم، لا، أسامة لم يتعمد قتله، لم يتعمد قتله، وإنما ظن أنه قالها يتوقى بها السيف وهو كافر باق على كفره، فهو مجتهد في هذا رضي الله عنه، فعله عن اجتهاد، لكنه أخطأ في اجتهاده، والمجتهد يخطئ ويصيب، فقتله خطأ من باب الخطأ. نعم. وأيضا القصاص إنما يقام إذا طالب به أهله، إذا طالب به أهله فإنه يقام القصاص إذا توفرت شروطه. نعم. نعم. أحسن الله إليكم. من قتل وهو مدافع عن نفسه وأهله وعرضه، فهل يكون داخلا في الوعيد؟ داخل في الشهادة. من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون نفسه فهو شهيد، ومن قتل دون حرمته فهو شهيد. هذا شهيد ليدافع عن نفسه وعن ماله وعن حرمته، هذا إذا قتل فهو شهيد. نعم. من قتل يا شيخ؟ نعم. ومن قتل وهو مدافع عن نفسه؟ من قتل فهو ما ظالم، المقتول ظالم. نعم. قال: فهو في النار. قال: يا رسول الله، رأيت إن قتلني؟ قال: فأنت في الجنة. قال: أرأيت إن قتلته؟ قال: فهو في النار. نعم. أحسن الله إليكم. رجل أصيب بإغماء لمدة 5 أشهر أو أكثر من ذلك أو أقل، ثم فاق من إغمائه، هل يقضي الصلوات في هذه الفترة؟ لا، لا يقضي الصلوات، وإنما يبدأ من جديد. وأما ما مضى عليه هذا ليس مكلفا، ما مضى عليه من الأشهر وهو ليس عنده يقظة هذا يكون غير مكلف في هذه الفترة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: لي أقرباء يتعاملون بالسحر، وقد أوذيت منهم، والآن ابتعدت عنهم خوفا من أن يضرني، لأنه يسلك معي مسلك الانتقام، وكذلك مع أهلي،
فهل علي شيء في قطع صلتي معهم دون إشعارهم؟ ولكن إذا قابلتهم أسلم عليهم، ولكن لا أزورهم ولا أريد زيارتهم عندي لكي لا يضع شيء في بيتي أو غير ذلك. هذا فيه تفصيل، إذا كان هذا من باب سوء الظن والوسوسة فاترك سوء الظن واترك الوسوسة، أما إذا كنت متيقنا أنهم سحرة هؤلاء كفرة، لا يجوز لك أن تواصلهم إلا لطلب التوبة منهم ودعوتهم إلى الله. أما إذا أصروا على السحر ولم يقبلوا التوبة ولم يقبلوا النصيحة فابتعد عنهم واعتزل عنهم ولا تسلم عليهم حتى، لا تبدأهم بالسلام. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: أنا أقوم برقية الناس الرقية الشرعية بإذن الله، وحيث أني لا أخذ من أحد مالا وأنا على هذا من 18 سنة، فهل لي أجر؟ ثم أني قبل القراءة أقوم بتذكير المريض بالله وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم أني أضع يدي على رأس المرأة، فهل علي شيء في هذا؟ أحسنت في هذا، إذا كان عندك علم بالرقية ومعرفة بالرقية ترقي الناس لوجه الله هذا نفع للمسلمين وأنت مأجور على هذا، لكن لا تضع يدك على رأس المرأة، ارقها بدون أنك تضع يدك عليها. نعم. أحسن الله إليكم. هل من السنة عند وقوف مجموعة من الأشخاص عند باب المسجد أو باب أحد البيوت يقولون باليمين باليمين، مستدلين بحديث أن الرسول عليه السلام يحب التيامن؟ لا، هذا فيه الأصل كبر كبر، يدخل الكبير، يدخل فيه، يدخل الباب الأول الكبير، كبر كبر. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: هل شراء الماء للغنم يؤثر في زكاة السائمة مثل شراء العلف؟ إذا كنت تنفق عليها نفقة أكثر من رعيها بالماء أو بالسقي أو بالعلف فليس فيها زكاة، إذا كنت تخسر عليها خسارة أكثر من رعيها في الفلات، يعني مدة الإنفاق عليها من السنة أكثر من مدة رعيها، هذه ليس فيها زكاة. كذلك لو كان من باب أولى، لو كان إعلافها وسقيها في كل السنة فليس فيها زكاة. نعم. أحسن الله إليكم. تكمل للسؤال، يقول: ما حكم الغنم التي تتخذ للبيع والتجارة وكذلك في نفس الوقت هي للاستهلاك الأسري؟ نعم، هذه لها حكمها حكم عروض التجارة، إذا بلغت قيمتها النصاب يزكيها، قال بلغت قيمتها النصاب فأكثر يزكيها، عروض تجارة. نعم. أحسن الله إليكم. هل يصح أن ينادي العبد ربه بقوله يا غيور أو من يغار؟ هل يصح أن ينادي العبد ربه بقوله يا غيور أو يا من يغار؟ لا أعرف في هذا شيئا، الله جل وعلا غيور وأشد غيره، ولكن كونه يدعى بهذا ويكون صفة له ما أعرف في هذا الشيء. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: هل هناك علاقة بين القضاء والقدر والدعاء؟ نعم، الدعاء مأمور به والقضاء والقدر نؤمن به ولا نتكل على القضاء والقدر ونقطع الدعاء، الدعاء سبب وقد أمرنا باتخاذ الأسباب مع الإيمان بالقضاء والقدر. نعم. أحسن الله إليكم. في الحديث أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ما قالها مسلم في دعوة إلا استجاب الله له، فهل معنى ذلك أن يترك العبد التصريح بمسألته ويردد هذا الدعاء؟ مع التصريح بمسألته يردد هذا الدعاء مع ذكر مسألته. ما في درس ثاني؟ ما في درس ثاني؟ خدت الوقت عشان الشيخ ما جاء مسمي خالد. طيب، هذا آخر سؤال. أحسن الله إليكم. يقول: أحب أن أحصل على منحة دراسية في إحدى الجامعات خارج المملكة، وهي منحة مجانية تدفع للسفارات، لكن بعض السفارات تبيع هذه المنح بمبالغ باهظة، فهل إذا دفعت هذه المبالغ يكون من الرشوة المنهي عنها؟ هذه مسألة سياسية ونظامية،
ولا ندخل فيها. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.